يمضى الشباب 3 أيام مع بعضهم البعض بين الصلوات واللقاءات ومناقشة التساؤلات الأكثر إلحاحا والمتعلقة بالحياة. التقى الشباب من القدس وإسرائيل وفلسطين في عين كارم حيث ولد يوحنا المعمدان ومكان زيارة مريم لنسيبتها إليصابات، بحضور عدد من الراهبات والرهبان الفرنسيسكان الذين رافقوا الشباب خلال الأيام 3 بمسيرة روحية على هدي الكتاب المقدس. وتأتي هذه الفعالية في نطاق رياضة روحية في مسار التنشئة التي اقترحتها رعية اللاتين في القدس لجميع شباب الأرض المقدسة. وكما يشرح لنا أبونا وديع راهب فرنسيسكاني من حراسة الأرض المقدسة، فإنهم يعقدون عادة لقاء واحدا في الشهر، ولكن هذه المرة تقرر تنظيم رياضة روحية لثلاثة أيام. من هم هؤلاء؟ ما هي الطريقة التي يسيرون فيها؟ وأين يبتغون الوصول؟ كانت تلك التساؤلات التي رسمت الرياضة الروحية للشباب وهم يتأملون في شخص يعقوب من الكتاب المقدس ويقارنونها بحياتهم الخاصة وبخبرتهم. أنا أجيت على هاي الرياضة الروحية عشان ملذات الحياة والدنيا اللي إحنا عايشين فيها كتير تبعدك عن ربنا يسوع المسيح، وأنا أجيت لهم بس عشان إنه أرجع أشعر فيه، أرجع أحس إنه أنا عايش مش بس عشان ملذات الحياة ومش بس عشان الشغلات اللي إحنا موجودين فيها، أنا عايش كمان عشان أسبحه، عشان أجي وأصلي له وأكرس له من وقتي يعني، وأعطيه على القليل وقت صغير من وقت اللي أنا مش بالحياة اليومية بقدرش أعطيه. تغيرت أشياء عديدة بالنسبة لي. تواصل المحبة، فقد اختبرت ماذا يعني أن أعيش لشخص آخر مميز، وعلمت أني ذو قيمة نفيسة بالنسبة له. وجه شباب القدس وإسرائيل وفلسطين القادمون من أماكن مختلفة، ولكن في ذات الطريق وجهوا أنظارهم نحو الواقع ومشاكل الأرض هنا على ضوء التنشئة والمواجهة التي تنجم عن تلك اللقاءات. هذه فرصة لشبابنا من فلسطين وإسرائيل الذين استطاعوا أن يلتقوا رغم صعوبة اللقاء في حالتنا هذه، فيجتمعون هنا بعضهم ببعض ويمارسون الأنشطة التي تعمل على تعزيز إيماننا. بدأ هذا المسار بالنسبة للجميع من خلال المشاركة في المسيرة الفرنسيسكانية. طبعا أكيد النشاط نفس المسيرة الفرنسيسكانية لها دور مهم في أنه نبني السلام بمجتمعنا، ولحتى نبني السلام بمجتمعنا لازم نبني السلام بيني بين ذاتي وبين ربي وبين ذاتي وبين نفسي أنا كإنسان. إذا بقدر أصل لنقطة أنا باني سلام بين علاقتي مع ذاتي وعلاقتي مع ربي، بكون أهون بالمستقبل أبني السلام مع الأشخاص الآخرين اللي عايشين بمجتمعي.